أخيرا ولات تدخل الشمس حتى للدار من لاكور. الحادقات راهم بداو تيشقاو وجمعوا فعلا السيجور، شفتوه؟ جمعوا حتى الصالة، إيوا، وخلاو لي الشطابة هنا، بداو تيجمعوا في بيتهم. يلاه بداو حتى الصبابط وحتى الحوايج، جبدوا الماريه. الساعه لقاو شي بخوشه في البالكون ما يهربوا، راهم تكاو ليا في بيتي. ملي تجمعوا نعطيك واحد الحاجه. ها وعلى كملتي الجميع؟ لا، البيت فيه بخوشه كبيره. سد البالكون وجمع البيت. لا سديتي انا نسدو. يلاه نوضو. عاد تشري، عاد تعطينا ديك الحاجه ملي نرجعو نعاود نجمعو. لا والله ما جمعتي، لا شديتي شي حاجه. واه عافاك. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين كاع المتتبعين؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي غاديين مع دار رمضان الناس ديال الجاليه المغربيه؟ كي كدوزوا رمضان؟ الله يحسن لكم العوان بلا عائلاتكم، والله يجيبكم بخير وعلى خير لينا. عشان هذا انا راه قطعت اليوم الويفي باش ينوضوا يتقعدوا يكملوا شقاهم. ماما بتهرب بتجي. يلا عرفت شنو غندير لكم؟ واحد زوج ثلاثة خمسة حاد قات عطفة نوران بلا ما تطلع نوران الشهيوات اللي كنشارك معاكم اليوم البنات. حتى الدرويش يدير مملحات اللي هما يكونوا زوينين ويكونوا راقيين. اليوم مملحات بلا لحم بلا دجاج بلا حتى شي حاجه، مملحات اللي غيكونوا واعرين. غنشاركهم معاكم، وخليوا لي التعليقات ديالكم، قولوا لي كيفاش غايجيوكم. وهانتوما معنا في الفيديو الضحك والنشاط، انا ونادا ونوران. الله يخلي لكم وليداتكم، يخلي لكم عائلاتكم. نوضا الكوزين. هانتوما راه وليت رسام البنات. لا تقول ان شاء الله ما تترسمش. المهم كنت باغا ندير التوصيل، ساعه التوصيل ما غيسالي فيه. هانتوما البنات انا رسمت الشكل ديال الحوت، غادي نعاود لكم. نقطعو هنا عاد نبان لكم الشكل. اللي عندها ورق مقوّد دير ورق مقوّد البنات. هادي باش نطراسي بها العجينه. راه كنت بغيت ندير انا التوصيل، ولكن التوصيل جاني صغير.
كاين حوته ولا ماشي حوته البنات شتوها صافي غادي نخليها وغادي ندوز بنتنا غادي ندوزو للعجينه غادي نوري لكم درت زلافه هنايا ديال الدقيق الفورص غادي نزيد زلافه اخرى غادي ندير خميره معجونه على حسب الجو اللي عندكم غندير الملحه ندير واحد الخماره حمراء ندير واحد المعلقه البنات ديال الخل تيجي بالعجينه فتيه نديرو معلقه ديال السنيده والزيت ها هو الزيت ندير واحد ربع كاس البنات هايدو الصوت البنات ديال الموسيقى وتندير البنات واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اولا معلقه ونص هذا لان هنايا راه ندير جوج زلايف كبار صافي غادي نخدم غادي يبدا يدور هادشي البنات وندير راه تخلطوا البنات غادي نضيف دابا واحد جوج معالق ديال الحليب وغبره راه نسيت وانايا ضروري شنو كنت غادي ننساه صافي كنبدا ندير في الماء دافي ونخدم صافي البنات ها هي العجينه ديالنا راه تعجنات والله يعطي الصحه للماكينه الصراحه والله الا ولات تتفكني ها نتوما شفتوا العجينه ديالنا شفتوا تتكون شويه منخوفه غادي ندير لها بلاستيك الغذائي ونخليها تخمر هذا غادي نحطو تي تغسل غنخليوها تخمر البنات حتى تتخمر دابا انا دزت لهنايا تنقرض درت البصله قطعتها وغادي ندوز الخيزو البرعه البنات هنايا البصله راه تشحرات غادي نضيف ليها خيزو القرعه الكوكي صافي غادي نخلي حتى تشحر مزيان البنات عاد باش نكمل تمام عاد باش نكمل ندير فيه التوابل البنات ها هو تشحر ضفت لي واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج غادي نضيف ليه دابا القامه الاخرى او التوابل الاخرين غادي ندير شويه ديال البزار شويه ديال سكينجبير شويه ديال الخرقوم غادي ندير البنات ثومه غبره وغادي ندير شويه ديال البصله غبره باش كتكون هذه زوينه البنات صافي حطيت واحد شويه عاد غادي نخلط وشويه ديال الملحه صافي خلصنا مزيان البنات غادي نهز عليا النص
عرفتوا البنات انا كنصور في عهدي بها راني تنصور تلقيت التليفون طفى. المهم انا غنكمل معاكم باش تعرفوني شنو درت بالضبط. درت شويه ديال الزيتون ياكو ما عرفتش تنشوف المونتاج. درت الفيرميسيل، درت حك ديال الطون بمطيشه، ودرت واحد المعلقه ديال الدقيق، ودرت شويه ديال الحليب. صافي البنات هانتوما تشوفوا الحشوه ديالنا، غادي نطفي عليها تبرد. البنات هذه هي الحشوه اللي كنا حيدنا في الاول، هذه الحشوه الثانيه اللي خليتها كتبرد، وهذه الحشوه اللي كنت حيد. غادي ناخذ دابا البنات اللي عنده الجبن ديال الاعشاب يديرو، اللي ما عندوش انا درت هذا فيه الاعشاب، فيه الثومه وفيه مهم هادو زوينين. ناخذهم نحيد لهم هذا سميتو، غادي نديرهم في الرشيط. اول حاجه العجينه ديالنا ها هي راه كتخمر غاديه كتطلع، المهم تتخمر مزيان. غادي نضيف لهم فرماج، واحد الريحه يا البنات ما شهيتكم فيها، ريحه واعره معتبره. راه بابسط الاشياء ممكن اننا نقادو الطبله البنات، مقاده معاوده، حتى اللي ما عندوش هذا النوع ديال الفرماج يدير غير العادي المثلث، ويدير فيه شويه ديال الثومه، يدير الربيع وصافي. المهم ها هما هادو طاديتهم، غادي نمشي نجيب فين غادي نعمرهم. نوري لكم دابا البريوات اولا السيجار، ها هما كيجيو ساهلين. كنشدو الورقه ديال البسطيله ها هي قطعتها على ربعه، درت لها بحال ما هكا صافي. شوف اش باين ليكم، راه باين ليكم كندهنها بالزبده والزيت، دايره في كسرونه دوبتو. كناخذ واحد المعلقه صغيره هي باش غادي نهز صافي، نديرو ليه بحال ما شفتو ها هما ساهلين ماهلين لذاذ سريع ياكو. اي حاجه البنات سريعه وكتجي زوينه، ف ما غاديش نبخل عليكم بها ان شاء الله في هذا الشهر هذا. انا نبقى البنات حتى نكمل باش ندوزو للاخر باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. عرفتوا دابا راه كنبقى ندق ليا هادشي ديال التصوير في دماغي، الا ما صورتش ولا شي حاجه كتجيني شي حاجه ناقصه، ما تدوقي لا حشوه لا والو. انا واخيلا ما تدوقي ليا لا حشوه لا والو، يلا سيري فحالك. يلا 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 هي العجينه خمرات، شفتوا ضعف الحجم ديالها. ايوا وغادي نبداو، غادي نهز منها دابا.
ندير الدقيق البنات وغادي نبدا دابا نسرح فيها بالدلاك. الاخرى غادي نغطي عليها علاش لحقاش مازال غندير بها واحد النوع اخر ديال المملحات باش ما تقروش فينا. على حساب باش نقطع داك الشكل البنات فيها جبلي ولا سل شعلي شعلي على الفران. هانتوما البنات ها هي سالينا نبداو دابا نهزو في الحشوه. غير شويه دابا ونبداو نقادو الحشوة بحال هكا هي باش تجينا على الشكل ديالها. هنا اللي عندو الشامبينيو بغا يدير شامبينيو يدير شامبينيو. وهاديك نسيتيها شناهي؟ هذيك ضروري تكون فوق الفران باش ما يتحركش ليا الطاوله. انا دارك تتشعل ليا الفران. صافي البنات شفتوا ها هي الحشوه كامله هي هذه اللي كانت عندي في الطبسيل انا درتها هنايا مزقاوة البنات. غادي ندوز دابا العجينه هاد اليوم غنبرعهم بالشيوات من هاد العجينه هادي حتى تولي طالبه مني مسكينه الشرع. المهم الحداقة هي عجينه وحده تخرجي منها شحال ديال الشكيلات ويكونوا اقتصاديين.
هانتوما يا كثروا اللايكات وخليوا التعليقات باش نهضر لكم بشويات البنات. هذا من بعد ان شاء الله باش شحال ديال البنات كنفرح ملي كيقولوا لي صباح تعجبوني الشيوات اللي كديري معانا ساهلين. عرفتي شحال ديال البنات خلاو لي تعليقات قالوا لي رمضان اللي فات ما هزيناش الهم الشيوات كلشي كنوجدوا. صافي ها نتوما كنعاودوا نقطعوا بنات. هانتوما ها هي غادي ندير ليها البيض درت فيه شويه ديال الحامض اولا اللي عنده الخل غادي نبدا ندهن فيها باش كتجيني محمره. وغادي ندير دوك سميتو هذوك القشور ديال الحوت غنديرهم نيت بهذا العجين. هانتوما البنات شديت هذه ها الصغيره كنقطع بها درت هذه رقيقه العجينه رقيقه باش ما تنفخش. صافي تنتم غادي وكنقطع وغادي ندوز نبدا نهز فيهم ونلصق. راه الفرارة مشعلة شتو كنتم غادي بحال ما هكا البنات كندير تو كنساليهم كاملين. وانا ساليت شتو اش درت ليها درت ليها دوك دوك القشيرات. المهم غنعاود ندهن. حيدوا الصوت البنات. صافي البنات هو ساليتها غندخلها دابا للفران طيب. وعاد البنات هنايا غادي ندوزو للنوع الاخر كنشد بحال ما هكا كندير ليه بحال شكل باغيت ما كنقرص ما والو ها شويه صافي. وكنديرو ونخليه باش يخمر. غنخليو هذا غيخمر وغادي نطيبو هو فاش غندير فيه سندويتشات البنات. البنات هنايا شاط ليا شويه ديال العجينه غندير بها واحد النوع اخر هنايا بسطو غادي نتقب بالفرشات كامل في الوسط باش ما تنفخش لينا. ديروا بعاصك ولا دير المهم انا كنسربي لحقاش المملحه الاخرى غادي طيب ليا في الفران فباش نربح الوقت.
اي نوع ديال الجبنه البنات عندكم ممكن تستعملوه. البنات من بعد ما درت الجبن غادي ندير دابا فرماج. نسرح هادشي اللي عندي. هذا الموتزاريلا يعني غندير بيه ساندويتشات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه خمر. غادي نشدو غير بحال ما هكا ها وغادي نبدا نطيب صافي. وكنسد عليه كيطيب كيتحمر صافي. ما كان بسطو ما والو كنخليه هكا تنفوخ كيف ما خمر. ها نتوما البنات ها هو طاب شفتو كيطيبو كيتحمرو صافي. كنحيدو كندير واحد زوجات اخرين. سالينا الفطور وشوفوا اللولة 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 ديما فكاش من زاكلاش عرفت شو امو قريب وتحط الفطور وما قد تقول لي وتينا تسحور وما نوتيني. شوفوا خاصة دير ريجيم ياكو البنات ياكو خاصة دير ريجيم. لا خاصك دير الريجيم قالك. لا ياك نادا خاصها الريجيم ولا لا خاصها الدريم في الريجيم. يلا كي جاكم الفطور كي جاكم الفطور زوين. ها يلا بالصحه والراحه يلا كولوا. انا البنات غادي نمشي. امين انا قلت لك قويلك قولها دابا نسمعوك. ها نسمعوك تجيب لي بوس تقطع بعدك. المهم البنات انا نمشي بعدك نصلي راه اذن وعذر لينا الفطور. الحادقه ديال نورا كتجبع عندك طيحه ليا التباصل هاكاك دي غير بشويه بشويه. ابلا الحادقه 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 بدات كتجمع في الطبله. ندى تجمعي في البيت يلا سربي تاتي هي غتجمع ندى البيت ديالهم ونورا تعاوني وكا حنايا تنتعاونوا على الشقه. عرفتوا دابا البنات يلا ساليت الشقه ضربتها بالجفيفه. انا ونور هنجمعوا قادو لا الصاله لا السيجور لا بيتهم. انا كملت الماعن نقيت الدار صافي وجيت دابا درت واحد شويه ديال البخيره. عرفتوا الله على ريحه كتعجبني في رمضان منورا الفطور. يا اما ندير عويدات ديال الند اولا هكا شويه ديال التبيخيره كتكون زوينه الريحه ديالها. ماشي غير بالضروره نهار 27 وليني قال الايام ديال رمضان تكون زوينه بحال ما كو كنبدا. اشو كتعجبني ناخذ القران نبدا نقرا فيه وتكون الريحه ديال البخور هكا زويونه. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال في هذا الشهر المبارك الفضيل البنات. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله على القناه وغدا يوميه جديده وروتين جديد معايا. وتصبحوا على خير وبسلام عليكم.